دوبيزل بيساعدنا انه نوصل على التجار اللي مقيمين داخل الامارات. كثير عم بيجي ليدز من مصر. انا عم بتكلم عن دوبيزل. نحن بنشكر موقع دوبيزل على الاهتمام الدائم بالتجار. دوبيزل بيساعدنا انه نوصل على التجار اللي مقيمين داخل الامارات بالاضافه للشركات الوسيطه. مثال، اذا كانت مبيعاتنا على دوبيزل 30% تصدير، فدوبيزل بيساعدنا نوصل لهذه النسبه من خلال الناس اللي هن بيداولوا هاي المهنه اللي مقيمين داخل الامارات. هلا نحن بنشتغل باغلب الفئات لاكشوري كار، يعني بنشتغل في الفئات الالمانيه، البراندات الالمانيه، مرسيدس، بي ام دبليو، بورش، لاند روفر، كمان الفئات البريطانيه، الامريكي، جي ام سي، شفرليت، كادلاك، كل هذه البراندات بنشتغل فيها، وكل هذه البراندات مهيئه انها تتصدر خارج الامارات. حالياً في دول الخليج السعودية، المملكة العربية السعودية، دول خارج مجلس التعاون، نحن بنتكلم على الدول الروسية، أوزبكستان، كازاخستان، أذربيجان، هي الدول اللي هي بتغذي السوق الروسي. توب 5 countries في الدول العربية، المملكة العربية السعودية. إذا بدنا نتكلم على الدول الروسية، قارة روسيا، نتكلم على أوزباكستان، دولة رقم واحد، والدولة اللي تليها كازاخستان. في عنا دول إفريقية مثل تشاد والنيجر في القارة الإفريقية، بالإضافة لبعض الدول الآسيوية مثل ماليزيا، كمبوديا، بالإضافة للصين. السؤال شوي لازم يكون سبيسيفيك اكثر. السيارات بحر وفي كثير براندات، ولكن اذا بدنا نتكلم على البراند الالماني، المصنع الالماني، احنا بنتكلم عن المرسيدس بنز. اذا بدنا نتكلم على البراند المصنع الياباني، نتكلم على تويوتا وتليها نيسان. المصنع الامريكي، نتكلم على جي ام سي. واذا بدنا نتكلم على المصنع الكوري، هيونداي، بالإضافة لكيا. هلأ في الآونة الأخيرة إذا بدنا نتكلم، صراحة سوق مصر كثير عم بيجي ليدز من مصر. أنا عم بتكلم عن دوبيزل. السوق المصري بسهولة عم بيوصلنا للواتساب بسبب إنه دوبيزل معروف في مصر، موجود. إذا بدنا نتكلم عن أسواق ثانية، دول عربية المرتبة الثانية السعودية، وبنتكلم عن الدول الروسية اللي هن اللي بيتكلموا في اللغة العربية المسلمين في روسيا، كمان بنقدر نوصلهم من خلال موقع دوبيزل، وبيجينا ليدز من هاي الدول اللي هي اللي ذكرتها في بداية الفيديو. نحن بنشكر موقع دوبيزل على الاهتمام الدائم بالتجار والمستخدمين اللي عنده بالموقع، ومنشكر كمان القائمين على العمل عندكم بالشركة، سواء من تقنيين أو حتى فريق مبيعات، وبنطلع معاكم دائما لعمل بشكل أفضل وتطور أفضل على صعيد الموقع وعلى صعيد استهداف الأسواق العالمية في بلدان ثانية.